النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي، هذه المقولة الشهيرة للشيخ زايد رحمة الله عليه. هذه المقولة تفاعل معها العرب بشكل كبير جدا، ربما كذلك موقف الملك فيصل رحمة الله عليه، أتصور جاءت بعد هذه المقولة، بعدها بيومين. نعم، تحدثنا عن هذه الفترة وأثر هذه المقولة وموقف دولة الإمارات وموقف الشيخ زايد في المواقف العربية بعد ذلك. هو ربما القرار لن يؤثر في أمريكا نفسها لأن هي عندها مصادرها يعني، لكن أثر على الدول الأوروبية. والدول الأوروبية ممكن لا تستطيع أن تؤثر على إسرائيل، لكن على الأقل تؤثر على أمريكا، تطالبها باتخاذ قرار. يعني هكذا كان التأثير البترولي على أوروبا وعلى أصدقاء أمريكا، لكن مش أمريكا نفسها، لأن أمريكا عندها، وأمريكا متحالف يعني مع إسرائيل، ولذلك كان القرار يعني أثر كثير. ضربة الأمريكان كان بشكل مباشر، تدخلوا بعدها. تدخلوا، كيف تدخلوا؟ كيف تدخلوا؟ هو لما صارت المعركة القوات المصرية أبلت بلاء حسن، ومن الخطط العسكرية التي لم يفكر فيها أي نوع من القيادات سابقا أو في ذاك الوقت، وكانت من السرية وكانت من التكثيف في العتاد، ولذلك انتصرت هذه القوات وبدأت تزحف. بعد خط بارليف تعدت، وهنا حصلت ظاهرة عرفوها، أنا حتى حدثني بعض من الضباط نفسهم، صار إنزال أمريكي لمدببات جديدة، لأن كل ما وجد في شرق سيناء في غرب سيناء تحطم، والإيصال إلى هذه الأماكن صعب، لأن إذا نقلنا فالطيران كان مسيطر، الطيران المصري صحيح، نعم، والبحر كان يعني مصر مسيطرة عليه، فكان الإنزال قريب من غزة، يقول لي 70 كيلو العداد مال الدبابة. وهنا المصريين استعملوا طريقة يعني من أبلوا فيها شجاعة فائقة، كان لديهم صواريخ محمولة على الكتف، وكانوا يدفنون نفسهم أو يتغطون في الكثبان الرمال، ولما أتت هذه الدبابات يعني كانوا يصطادونها هكذا إلى هذه الدرجة. طبعا كل الدبابات أولى يعني لغير اللي أتت في المرة الأخرى. في المرة الأخرى طبعا بتكتيك أمريكي وب توجيه أمريكي ودبابات أمريكية صارت الثغرة ودخلت هذه القوات. القوات المصرية الباقية كانت نقضي عليها. يعني حتى لما نقول نحن ليش أزاحوا الشاذلي من القيادة يعني وحطوا القمصي، يعني صار تغيير مفاجئ. صحيح، يعني صحيح. الشاذلي كان يريد يكمل في المعركة، والسادات ما يريد يكمل، والسادات يعني عقلاني أكثر من عسكري متروي، قال كلمة، قال للمسؤولين للضباط الجيش اللي سألوه يعني ليش، قالوا أنا لا أستطيع أن أحارب أمريكا. صحيح، هكذا يعني كانت كلمته. الواقع أنه يحارب أمريكا الآن. ها نعم، دخل عليه لأنه يقول لك أنا حطمت إسرائيل، خلاص أنا الآن هذا اللي جاييني أمريكا، ولذلك يريد وقف إطلاق النار، لأن أمريكا تحاول أن تجعل عتادها العسكري ينتصر لأنه انكسر، وبأي ثمن. شو بيعملون يعني؟ هو طبعا عتاد المصريين كان الروسي. الروسي هنا انتصر على الروسي، انتصر على الأمريكي، وهذا ما يقبلونهما، فلا بد أن يعني يغزي مصر، يدخل يعمل حاجة داخل حتى يثبت وجوده حاجة. فالسادات اتصل
بنيكولا بودغورني اللي هو الرئيس السوفيتي وقال له من فضلك اطلب اوقاف اطلاق النار. طبعا من امريكا جاء كيسنجر واجتمع مع الرئيس السوفيتي، ولما طلب منه الرئيس السوفيتي قال كيسنجر انا ارجع الى امريكا حتى اشاور. قال لا، انت قبل ما تجي كنت مفوض، اتخذ قرار وهالحين نعلنه وحتى امام امر الواقع فاعلن على طول يعني هكذا. وليش روسيا تاخذ هذا القرار يعني على حسب يعني طلب السادات مصر؟ لان سلاحها حينضرب. فالمسألة نحن ننظر الواقع اللي في على بواطن للمسألة. هناك أمور كبيرة يعني. صحيح. يعني هكذا صارت الأمور في 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 تلك الفترة. يعني. نبقى مع السادات صاحب السمو وزيارتكم لمصر في إبريل سنة 75، وهذه الزيارة الثانية كانت لكم لمصر. التقيتم في الزيارة الأولى كذلك بالسادات، الزيارة الثانية التقيتم بالسادات، لكن الزيارة الثانية يعني طبعها لم يكن جيد وذكرتم هذا في الكتاب. يعني ما الذي كدر صفو السادات في هذه الزيارة؟ هو أنا يعني طلعت مني يعني كلمة عفوية، يعني ما كنت أقصد يعني أنا أقلل من شأنه في هذه المعركة، لكن يعني كان هناك استعداد. يعني حتى قبل مجيء السادات كان الرئيس عبد الناصر كان له استعدادات، من ضمنها كان حرب الاستنزاف هي نفسها يعني كان تمرين للقوات المصرية ورفع همامها، وكانت عندهم خطط. فهو يعني هو اللي بدأ بالكلام، قال أنا السوفييت ما أعطوني سلاح. من وين جاب السلاح؟ فأنا كانت ردة الفعل عندي أنا قلت الله يرحم الرئيس عبد الناصر، يعني كان محضر كل شيء، يعني محضر كل شيء منه، يعني ما قلت له هو محضر معركة، أنا قلت محضر يعني. هو فهمها أنه يعني أنت ما عملت شيء، عبد الناصر هو اللي حضر كل شيء. أنا ما كنت أقصد يعني، نحن نكبر السادات يعني في مقام به، واللي يتكلم على السادات من بعيد ما يعرف الواقع. صحيح. فلا بد يعني عبد الناصر له قيمته له مكانته وعبده عطاءه، سادات له عطاء، حسن مبارك له عطاء، لا شك. ومصر يعني تبقى يعني هي السند، دولة محورية لا 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 نقلل من شأنها يعني، ولا بد ان احنا ان نقف مع مصر هكذا. حتى انا مره في كنت في كان لي تكريم في الجامعة الأمريكية. نعم. يعني ألقيت كلمة. نعم. كلمة بالإنجليزي. بس مدعوين كثيرين من أصحابي من مصر يعني. فأنا قلت لهم يعني قلت أنا لابد أحيي أصحابي وحبايبي الذين حضروا وأقول لهم وألف بيت بالشعر يعني قلت مهما غربوا بيك ومهما شركوا بيك بحبك يا مصر. فهذه يعني تبين لك يعني أن غربوا بيك يعني ناحية الغرب وشركوا بيك ناحية، فأنا الحب لمصر يعني هكذا. نحن نتمنى يعني أن مصر يعني تنتصر على 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 أوضاعها الاقتصادية وأوضاعها الانفجار السكاني اللي موجود عندهم، فالناس ما تعرف يعني هذه الأمور. نعم. لأن في انفجار سكاني. صحيح. يعني هم كل يومين يولدون دولة الإمارات. طبعا نحن بهذه شوي اللي عندنا شقيانين بهم. صحيح. كيف هذه اللي يتوالدون بهذه السرعة؟ ما في وجه مقارنة يعني. طبعا ما في وجه مقارنة.